المسؤولين ديال هاد البلاد ما مسوقينش وكاع ما سايقين لنا الخبر بحال اللي كيقولوا لنا سيروا تموتوا، حنا كاع ما مسوقين لكم. في الحاله ديال الزميله ديالنا الحاله حرجه، كنتسناو ان الاسعاف تلتحق بينا باش ننقلوها للمستشفى. دابا انتم علقتوا الوقفه بما يعني انقذتوا الزميله ديالنا. طبعا راه الحياه ديال الزملاء ديالنا اهم من اي حاجه، حنا ما بغيناهمش يتمسوا وحنا ما بغيناش انهم يوصلوا لهذه الحاله، ولكن هاد المسؤولين هما اللي خلونا نوصلوا لهذا الشيء. هاد المسؤولين هما اللي خلونا اننا نعرضوا حياتنا للخطر. الحاله ديالها حرجه وغادي نقلوها حالا للمستشفى، وفي حين ان الطبيب يقول لينا الحل. من يوم هي كانت من المضربين في الاضراب اللي قبل، كانت دايره اضراب عن الطعام لثمانيه ايام اللي تعلق بالخطه الفاشله ديال الوزاره، وحيد رجعت دابا الاضراب عن الطعام. فالحاله ديالها الصحيه كانت باقيه ما مستقراش، وكان عليها ان يعني الصحه ديالها ما تسمحش انها تدخل الاضراب عن الطعام، ولكن حجم الحقره والظلم اللي حست به ما منعهاش انها تدخل ثاني الاضراب عن الطعام. وكتقول لا رجعت فيه، كتقول في التصريحات ديالها حتى الموت بحول الله. فاش كتلقى شي حد كيقول حتى الموت بحول الله يعني يعرف انه وصلت به العظم. وصلت الاسعاف، واش نتوما اللي عيطتوا لهم ولا هما اللي جاوا؟ صيادة الاسعاف راه كتكون واقفه لان عارفين المضربين عن الطعام عادي جدا انهم يطيحوا، فدائما سيارات الاسعاف كتكون موجوده. هي دي وريني بسرعه، هاي في التليفون. هي اسماء الهزام، اسماء الهزام، اسماء الهزام. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.